الجزائر في ثلاث مرات سابقة، وهذه هي المرة مرتين، وهذه هي الثالثة بالنسبة لحكم المباراة البوركينابي المولود سنة 77، وهو حكم دولي منذ سنة 2012. اليوم الاتحاد لترسيم في الحقيقة مصطفى خاصة التأهل. ضربة البداية الآن للفريق الضيف رايان سبورت من رواندا. كرة من الأولى تغطي من الدفاع إخراج الكرة. نعم نشوفوا التشكيلة رسم التكتيكي لاتحاد العاصمة معروف وما غيرش كثير. أربعة مدافعين، لاعب واحد في الارتكاز، لاعبين في الترشيط الهجومي اللي هما بالخماسة وبنغيت، أسامة الشيتا في الارتكاز لاعب محور في الدفاع، ثلاث لاعبين كذلك في الهجوم اللي هما مزيان على الجهة اليسرى، بودربة على الجهة اليمنى، ويايا اللي راهو كراس حربة اللي خير متعود أنه يلعب كراس حربة. طبعا في تغييرين فقط بالنسبة لتشكيلة فريق الاتحاد بالنسبة أو بالنظر للمباراة الأولى هناك في رواندا والفوز الذي جاء حققه الاتحاد هدفين مقابل واحد. اليوم دخول في التشكيلة الأساسية، هناك يايا في مكان محيوس، هذه الموهبة الكبيرة التي تكلم عنها الكثيرون وتكلم عنها المعنيون وخاصة المتابعون، إلى جانب بنقيت في التشكيل الأساسي. كرة للاتحاد، مفتاح على الجهة اليمنى، يستلم الكرة في الوسط، تبادل ضايع من بن خمازة، ترجع الكرة مباشرة لمنزي القائد في الوسط، يانيك طويلة الكرة من موغابو على الجهة اليسرى، محاولة المرور، تغطية من الدفاع من مفتاح، تريد عملية هجومية وضربة لغير نتيجة مباشرة في الوسط، بنقيت وصل الكرة من هناك، مزيان إلى الكرة ممتازة، التوزيع على الأرضية القائمة الثانية، المتابعة من الدفاع أطول من اللازم، حاولت إخراج الكرة، تغطي من بودربا الكرة إلى رمي تماس، يقول الحكم لمصلحة رايان سبورت. جمال في بداية المباراة هذه رايان سبورت أو يلعب بربعة 4-3 تقريبا، مهاجمين صريحين، هذا اللعب رقم 9 اللي راه يلعب تقريبا على الجهة اليسرى، لعب كريست وكذلك اللعب ديارة لعب المحور، يعتقد أنه فيه مرونة تكتيكية من جانب رايان سبورت، سوف نرى كيف تكون التحولات. إلى جانب تغيير في التشكيلة بالنظر إلى المباراة الذهب بثلاثة عناصر في التشكيلة الأساسية، ديانا اسماعيل هو مسجل هدف أول قبل أن يسجل الاتحاد هدفين في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول والثاني أي من المباراة، هناك خطأ لدفاع اتحاد الجزائر في هذه الأمسية الكروية الإفريقية للاتحاد. نعم رطوبة عالية وحرارة عالية في غرفة التعليق مصطفى، هذا هو الحال، وكأن في جحيم طبعا، يعني هذه هي الحقيقة، الظروف صعبة، كرة محولة بالرأس في الوسط مقطوع من جديد من فرانسوا، ترجع لمفتاح بهدوء مفتاح إلى الدفاع، شيطة أو بالخطأ طاعت وسط الميدان، محاولة الانطلاق والتغطية الدفاعية، الهجوم المعاكس السريع خطير جدا من هناك، محاولة ولكن مفتاح في الأخير يقطع الكرة وإلى رمي تماس. جماهير الاتحاد جماهير قليلة اليوم فوق المدرجات لمناصرة ومناظرة الفريق في هذه المباراة طويلة، الكرة محاولة تحضير والخطأ يقول الحكم بنزيما موش، راح لعبة طويلة مباشرة ليايا، هيلة ممتازة، يايا يحاول في الدفاع ولكن تغطية ممتازة من مندي، من جديد في الوسط للاتحاد، شيتا على الجهة اليسرى من هناك، شريف مباشرة مزيان، شيتا الميزان، شافعي بودربال مفتاح، بودربال من جديد، مراوغة سريع والخطأ، أو الخطأ والتدخل كان واضح من فرانسوا في الوسط، شيتا
كرة مباشرة لمزيان من هناك على الجهة اليسرى، يحاول مزيان يبحث عن المساندة بينية ممتازة، لا وجود للوضع، يتصل من هناك محاولة الدخول، ماذا هناك يقول الحكم؟ لا شيء، لا ركنية، يقول الإشارة إلى الركنية من حكم المباراة السيد زيو بعد لقطة من هيايا داخل منطقة العمليات. سنشاهد راح للكرة، اعتقد انه لمس الكره، لمس الكره، لكن كذلك لمس اللاعب. اعتقد انه في هذه اللقطه مثل هذه سوف نحكم عليها بصفه جيده لما نرى صوره جيدا، لكن اعتقد ان فيها ضربه جزاء. من هناك محاوله من يايا، خرج الكره والدفاع، التغطيه، جبل، كره خطا، لا ما زلت للاتحاد، مفتاح مباشرة لزيمابوش، منشيوي غايب اليوم في تشكيلة فريق رين سبورت، هناك أونجي أيضا المدافع الأيمن أو الظهير الأيمن غايب اليوم في هذه المباراة، كذلك واحد من اللاعبين في وسط الميدان أوسان كيمانا كان شارك في مباراة الذهاب وهو غائب اليوم عن تشكيل الفريق. مقطوع الكرة للاتحاد، محاولة في الوسط مباشرة ليايا، يستلم هذه الكرة، يتمكن، يرجع الكرة لشريف شيتا، يطلب المساندة، محاولة تغيير، نعم أحيانا ينسى اللاعب الجزائري نفسه مصطفى، وكأنه الأمر يعني واضح أنه الأمر جات من اليسار، هناك مضايقة تروح مباشرة لليمين. لا أكيد أكيد، هذه من أبجديات تصرف القدم، بالضبط أبجديات القدم، لأنه تكون فيه كثافة من اللاعبين، عليك أنه يعني تحل اللعب وتمشي للجهة أخرى وين الكثافة يعني ناقصة وما فيش لاعبين كثير في المساحة، خاصة أيضا هناك مشكلة بالنسبة للاعب الجزائري هو في صناعة القرار، احيانا وجه لوجه لا يتصرف التصرف اللائق الذي يؤدي مباشره الى الوصول الى الشباك، يعني احيانا يتردد ولا يجد ماذا يفعل اللاعب الجزائري، هذا يدخل في الذهنيه وفي ذكاء اللاعب. الكره مفتاح للحارس، روبرتو اوليفيرا مدرب رين سبورت في اول مباراه او في ثاني مباراه له، خسر ريان في المباراة الأولى منذ شهر فقط وهو يدرب الفريق، في محاولة لإعادة الفريق ولكن صعب الأمور بنقطتين في هذه المجموعة، 7 نقاط للاتحاد بحث عن النقطة 10 اليوم. ها هي من مش الكرة مش القدم، هنا فيها ضربة جزاء، فيها ضربة جزاء، نعم من زاوية أخرى كانت واضحة، شكرا للزملاء. تحتاج دائما عن لا يزيد، اعطانا الصوره كما ينبغي الكامله، الكامله نعم، قطعنا الشك باليقين، دائما الزاويه الصحيحه تعطينا القرار، تعطينا الرؤيه والقرار، تسمح باتخاذ القرار. في السنوات الاخيره جمال في الجزء فار، نعم فار، نحتاج الى فار في هذه قلال اللاعبين في الجزائر اللي يعملوا القرار خاصة في اللمسة الأخيرة وفي اللقطة الأخيرة، نحتاج الى فار. كرة من هناك الرواندية في الوسط، إيرون بونا، كريست، ثلاثية، الرجوع للخلف، الاحتفاظ بالكرة مع فرانسوا، للدفاع مباشرة موغابو، تغطية من الدفاع الاتحاد، يخرج الكرة تعود في المرة الثانية لمصلحة رين سبورت، الانطلاقة من هناك على الجهة اليمنى، مدى هناك خطأ يقول الحكم، خطأ لرين سبورت، كانت هناك الأفضلية ربما مصطفى في اللقطة لم نشاهد، الحمد لله، لكن قرر الحكم، الحمد لله لصفراج كان اللاعب كان قادر يمشي على الجهه اليمنى يعني تقريبا لوحده، لكن هنا الحكم رجع للخطا وكان من المفروض انه يترك مبدا الافضليه. شوف هاي اللقطه جامده، كان هناك دفع واضح، ولكن الافضليه موجوده، موجوده نعم.
ربما هذا هو قرر الحكم السيد جيست إفريم زيو من بوركينا فاسو كرة خطأ لمصلحة ريان سبورت الرواندي في مباراة العودة للجولة الرابعة من لعب الكرة، ولكن تغطية من الدفاع في القائمة الأولى يخرج الكرة مباشرة من هناك. الانطلاقة السريعة، الخروج من يايا، انتظر يايا بن خمس انطلق، ولكن تغطية من الدفاع يخرج الكرة من منزل قائم إلى رمي التماس بسرعة ملعوبة مزيان. هذا شيتا شريفي، شيتا يخرج الكرة البحث عن المساحات الشاغرة في الوسط الشافعي، شيتا من جديد الصراع والخطأ، بطل مصطفى غير راضي المدرب. نعم تباطأ، أنا راضي تماما، تباطأ شيتا في اللقطة هذه، لأنه السرعة في مباريات مثل هذه خاصة لما تتجاوز منطقة 50. نعم أكيد بمكيت يحاول التغطية من الدفاع بن خمسة. بن خمسة نعم، عودة موفقة من مفتاح الشافعي، شيتا خرج الكرة الجهة اليسرى، شريف انطلق وصل الكرة لمزيان، مزيان يحاول يربح المساحات، يربح المساحة من هناك على الجهة اليسرى، ولكن لا رمي تماس بسرعة ملعوبة، ترجع الكرة لشيتا، مدرب يطلب جمال توجيه. نعم نعم توجيه الدفاع، نعم الصعود حمراء يعني ينسى نفسه. نعم نسي نفسه، يطلب لاعب الكرات القصيرة السريعة. رانا في وقت السرعة يا هشام، اليوم كرة القدم هي السرعة، تطلب السرعة، تطلب الذكاء، تطلب كذلك اللياقة البدنية خاصة عند مقربة منطقة الجزاء. نظن أنه مطلوب من اتحاد العاصمة أنه يكرر التمريرات والوصول إلى المرمى. كرة خطأ من مفتاح، ملعوبة الكرة باتجاه القائم من هناك، ضيع، تركيز مطلوب في مثل هذه الكرات هذا مصطفى. نعم في لعب مثل هذه الكرات في المباريات الصعبة مثل هذه الكرة هي هدف أو نصف هدف تقريبا إذا لعبت بالطريقة الصحيحة واللازمة. أكيد ما راهيش ملعوبة كما ينبغي، بالرغم من أنه اتحاد العاصمة يملك لاعبين يلعبوا كرات هوائية جيدا على غرار لاعب فاروق شافعي. ضربة مرمى للحارس باتشونغا، هذا هو المدرب الفرنسي للاتحاد الجزائر على الصورة، كرة خطأ يقول حكم، ولكن الدفاع ريان سبورت الرواندي بعد تدخل على يايا لا وجود لخطأ يقول الحكم، يطلب من يايا النهوض والعودة. يعني كان هناك تدخل أو كان هناك لمس يعاني يايا. الاطمئنان على صحة اللاعب هو المطلوب أولا سيد الحكم، تنشاهد أو التدخل كان قوي. نعم فيها في تدخل وتقديم الرجل. نعم كان واضح أكيد جمال. من القائد منزي سلامات كرة لفرانسوا أو لمنزل قائد، ملعوبة بالرأس بحولة، تغطية من مفتاح بدون خطأ، خرج الكرة إلى رمي التماس، خرج الكرة للاتحاد، لمسة تحت اللاعبين بوتربال، الكرة للاتحاد فاروق شافعي، مدرب يطلب منه وليد عرج التسخين. نعم لك ربما محيوس أمين محيوس، موهبة الواعدة والصاعدة. مفتاح شيتا، كرة خرجت رمي التماس للاتحاد من جديد،
بودربال يوقف الكرة سريع في المراوغة يستفيد من خطأ يستدرج المنافسين يراوغ سريع وهذا في صالح الاتحاد نتمنى على سلامة اللاعب بودربال لمفتاحه التدخل كان واضح على بودربال من لاعبين كريست وإيرون بونا شيتا بالقدم اليسرى لحمرة شيتا من جديد خرج من حماسة تفضيل اللعب على الجهة اليسرى مزيان شيتا شافعي بودربال خطير سريع يحول كرة مباشرة للتوزيع الأرضية من هناك تدخل الدفاع كرة ثانية لمفتاح محاولة المرور لكن تغطية من الدفاع الكرة طويلة شافع بالرأس حسن ما فعل في التهدي التغطية قدم كرة لشيتا غير من هناك محاولة تسديد من بعيد كرة ضايعة كرة طويلة كان بالإمكان أحسن مما فعل وكان نعم كان شريفي اللاعب طلب الكرة على الجهة اليسرى جمل خلف من كان من المفروض أنه اللاعب مزيان تكون عنده رؤية نوع من الرؤية يمد الكرة للزميل كان يطلب الكرة في ظروف جيدة وما كانش هناك لمراقبة ثمان مرات بطل رواندا تسع مرات بطل كأس رواندا هذا الفريق أكبر وأشهر الأندية في رواندا بودربال مفتاح الجهة اليمنى حاولة المرور بالخمسة والخطأ أنا في لمس لمس الرجل نعم جمال فيه لمس وفيه تقريبا إنذار أنا أعتقد في هذه اللقطة هذه شوف جمال شوف نظن القدم كانت مرفوعة ولكن عند السقوط الحركة كانت عادية كان قريب من حكم التماس كرة خطأ مفتاح في التنفيذ كرة ثانية أخرى هذه المرة على الجهة اليمنى ملعوبة من مفتاح القائم الأول ولكن الدفاع يخرج بدول بودربال في الخطأ كرة ضايعة خاطئة كريس حاول ولكن تغطية عودة مفتاح بودربال من جديد بنكيت انطلق موجودة المساندة على الجهة اليسرى ما فيش كثافة عددية مزيان ينتظر المساندة يمر مزيان يحاول مرة أخرى والثانية أمام لاعبين بنقيت طلب الكرة وصلته غير الاتجاه مباشرة مفتاح سن فعل هيل الكرة من هناك على الجهة اليمنى المساندة في وضعية صعبة مفتاح يستفيد من تماس تحويل اللعب صعب بالنسبة للاتحاد بنكيت والدفاع في التغطية يخرج الكرة مباشرة الشافعي يسارع التفوق لإسماعيل الجارع إسماعيل ترجع الكرة للمفتاح بهدوء بنكيت بيني مع يايا يحاول يايا يحضر الكرة لبودربال بن خماسة من جديد شيتا على الجهة اليسرى حسن ما فعل يفتح اللعب في العرض بينية هيلة ممتازة أو يا سلام الأول أو ضغط مزيان في كرة صعبة بالخماسة نعم في الكرة الأولى والثانية بالخماسة ضغط فوق مرمى الحارس باتشونغا شريفي كرة عرضية إلى يايا يضيع ترويض لكن كذلك الترويض ما كانش جيد من بالخماسة شوف جمال ضرب الكرة لم يكن مصطفى ضح الترويض ترويض يا جمال شوف كانش جيد الترويض لأنه الترويض كانت الكرة يعني تبقى في الأرض يعني الكرة رفعت نوعا ما واليسارية تاع اللاعب بالخماسة الكرة مشات فوق المرمى أوه حاولة المرور والخطأ هذه البطاقة الصفراء الأولى في المباراة وأخيرا جمال
كان تدخل قوي جدا. تدخل على مزيان متأخر المدافع. والبطاقة الصفراء الأولى بعد هذه الكرة محولة بالرأس من يايا. انطلاقة من مزيان والتدخل سنشاهد. وصل القائد متأخر بقوة حتى رفع القدم تاعو. منزل القائد والبطاقة الصفراء الأولى في المباراة. البطاقة الصفراء كرة أخرى تقريبا من نفس المكان. هذه الكرة الثالثة مصطفى. أوه الدفاع في القائم الأول يخرج الكرة إلى ركنية. ما في ولا شيء. أظن أنه ما في ولا شيء. لا ما في شيء. أعتقد أن اللاعب بنبيت شفاي وصل متأخر. نعم شفاي شفعي وصل متأخرا. سنشاهد بالعرض البطيء. ها هي ملعوبة شفعي. نعم اصطدام في ركلة الجزاء. في الجزاء ولكن الكرة خرجت. من هناك محاولة. كريس يحاول الدخول بهذه الكرة والتغطية من الدفاع. خرج الكرة في آخر لحظة. حمري خرج الكرة مباشرة إلى رامي التماس لمصلحة الاسبور. شريفي في وضعية صعبة. صراع مع إسماعيل الجعرة. رامي التماس ملعوبة. الحارس مموش بقوة كبيرة. صمام أمام زيماموش القائد سيد مرماح. كان في المكان المناسب جمال بعد العرضية والترويض كان في المستوى. لكن زيماموش في القائم الأول يغلق الزاوية ويتمكن أن يصد كرة هدف. المباراة لن تكون سهلة إلا بالوصول إلى الشباك. لن تكون سهلة إلا بوصول اتحاد إلى الشباك. أكيد أكيد فك اللغز والوصول إلى الشباك. وطبعا سيخرج الفريق من ها هي الكرة العرضية. ضاعت ودربال ماذا يقول؟ لم يلمس الكرة. هناك ركنية. ماذا في هذه اللقطة؟ ما حبش تمركيها يعني. المدرب يقول ما حبش تمركيها. لا لا صحيح كانت نوع ما بعيدة ولكن الكرة نشاهد إذا كان ممكن لما نشاهد يزيد ونحكم بما يستحق القول. نحكم بما يستحق القول. هناك هاي لحظة يزيد رجع. ربما غلطته الكرة مصطفى لأن المدافع كان عنده الإسباقية أو أنه تبطأ لم يفهم الكرة. ما كانش قراءة جيدة لمسار الكرة لأنه اللاعب صحيح أنه اللاعب المحوري رقم 26 صعد وحجب الرؤية للاعب عبدول. لكن نظن أنه اللاعب مدربال على الأقل كان يحاول حجوب الرؤية. نعم دعت كرة على الاتحاد وفي الحقيقة هي ركنية. لمس اللاعب الأخير من جديد. نعم. من زاوية أخرى. ماهوش مدربال لمس الكرة. صحيح المدافع ستة يانيك هو الذي لمس الكرة وخرج الكرة إلى ركنية. يايا من جديد للاتحاد مقطوعة. منزي فرنسوا يرجع مباشرة للدفاع. موكابو يخرج الكرة في الوسط. المتابعة من إيرون بونا. شيتا شافعي مفتاح. شيتا من هناك مباشرة. مزيان
مزيان والشريفي مزيان يحتفظ بالكرة يغير الاتجاه مباشرة حسن ما فعل مفتاح هاي للكرة مع مفتاح وابن خماسة محاولة للتوزيع هذه الكرة داخل منطقة العمليات الدفاع في المرة الأولى والثانية بمبدأ الأمان يخرج الكرة مباشرة لحمراء الاتحاد يضغط يحاول والهدف تأخر ما زال هناك وقت ثلاث نقاط مهمة جدا من أجل الفوز والتأهل ترسيم التأهل بعشر نقاط ليراين سبورت منزي أو فرانسوا يخرج الكرة على البحث عن الهجوم عن إسماعيل هناك خطأ يقول الحكم تدخل من حمراء والخطأ كم المباراة سجست فرام زيو مجموعة من اللاعبين الشبان في تشكيل فريق ليراين سبورت مصطفى ملعوب الكرة مباشرة للحارس ماموش مفتاح شيتا بن خماسة طلب الكرة العودة لحمراء شريفي بودربال مفتاح الجهة اليمنى وصلته بودربال من جديد يحاول بلقيت في هذه الكرة توزيع العرضية من هنا كل الحارس كرة طويلة محاولة والخطورة محاولة المرور الخطورة موجودة محاولة أول أهداف المباراة ليراين سبورت بطريقة جميلة فردية مجهود كبير والفرحة الكبيرة يغير نتيجة المباراة والفرحة الكبيرة من اللاعب إسماعيل جارة مسجل الهدف الأول أو مسجل الهدف في مباراة الذهاب يعود ويسجل في مباراة العودة في مرمى زيماموش إسماعيل قلنا جمال لازم لك القوة البدنية لازم لك السرعة شفنا أنه اللاعب شوف القوة البدنية نعم. قوي جدا نعم حماية الكرة الترويد في المستوى والتسديد أرضية زاحفة قوة فيها كبيرة القوة وفيها الدقة التسديدات اللاعب ديارة حتى في القائم الأول وين كان الحارس أمامه شوف لاحظ قوة كبيرة في الدخول والتوغل نعم. حماية الكرة بعد ذلك المراوغة أو التمويه والتسديد مباشرة في مرمى الحارس في القائم الأول جمال من الصعب أن تعمل مثل هذا المجهود مصطفى صراحة وتسجل بهذه الطريقة هذه هي الطريقة الإفريقية وهذه القوة البدنية تاع اللاعبين الإفريقيين إسماعيل يجدد التسجيل في مرمى زيماموش وفي مرمى فريق الاتحاد الجزائري هذا المطلوب هناك تدخل قوي والخطأ شيتا وتدخل من هناك البطاقة صفراء هل هناك بطاقة صفراء؟ نعم نعم لشيتا تمام أعتقد أن شيتا هنا ما يستحقش البطاقة صفراء بتاتا لأنه اللاعب لمس الكرة لو نعود نشوفوا اللقطة سنشاهد نعم مدى حدث بالضبط وكيف كان التدخل تدخل بيدين تاع جبل الى وجه اللاعب ماهوش بالرجلين اسماعيل في الدقيقه 28 شوف هذه اللقطه تاع اللاعب ديارة كيفاش صراع واحد ضد واحد بقوه كبيره القوه البدنيه يراوغ يموه ويضع الكره
يعني في احسن ظروف هيئها تهيئه الكره. نعم. ويضرب الكره في القائم الاول وين كان موجود الحارس زاماموش. قوه كبيره. هدف مقابل لا شيء لرايان سبورت الرواندي امام الاتحاد. هدف بقوه كبيره من اسماعيل الذي يجدد التسجيل كما قلت في مرمى زاماموش. شوف جمال او لاعب المس الكره. صح صحيح. كره خطا القائد منزي مباشرة لزيماموش يبحث عن هيايا أمام أربعة لاعبين أو أربعة بعيد اللاعبين. نعم بعيد جدا بعيد مسافة ما بين الأول المدافع الأول والمهاجم الأخير يعني هيايا مسافة بعيدة كثير. هذا يخلي مساحات ويخلي فراغات ليستغل لهم اللاعبين الرواندين. خطأ للاتحاد الجزائري. هيايا يستفيد من خطأ كرات عديدة للاتحاد ولكن دون فعالية دون استثمار لهذه الكرات لا بالخطورة اللازمة ولا بالوصول إلى الشباك من خلال الكرة الثابتة التي استفاد منها فريق الاتحاد الجزائري في هذه المباراة الأمسية الكروية للكاف الجولة الرابعة. كل شيء ممكن مازال هناك وقت بالنسبة للاتحاد الجزائري مفتاح وكرة أخرى آمل أن تكون أحسن مما كانت عليه في المرة الأولى والثانية تأتي بالمطلوب وبما هو مرغوب الوصول إلى شباك الحارس باتشونغا مفتاح لو الحارس وزلت الكرة فرصة ثانية ليايا يراوغ يوزع بالرأس الدفاع يخرج كرة ثانية مفتاح فوق المرمى سعيود وعرجي مسخنان طبعا صناعة اللاعب السرعة وسرعة صناعة اللاعب والسرعة السرعة لازم مطلوبة مطلوبة كذلك اللياقة البدنية اعتقد انه اليوم مشكلة اتحاد العاصمة لم يستغل المساحات حتى يعني الكتلة يعني الدفاع هجوم يعني بعاد على بعض بعاد على بعضهم البعض هذا ما يخليش انه اللاعبين يستثمروا ويلعبوا كرات قصيره لكي يوصلوا حتى المرمى. كره من هناك للاتحاد الشريفي يرجع مباشره لبنكيت يحاول بوتربال بوتروال سريع يحاول مرور يوزع كره كره الى رمي التماس شريفي وللاتحاد الجزائري لا يكون الحكم لمصلحة رايان سبورت لأنه اصطدمت بالحكم الحكم صحيح صحيح حكم ولع لكن اللاعب الأخير يلمس الكرة رمى الكرة إلى التماس هو اللاعب تاع الاتحاد العاصمة خوده يشتكي خوده خوده كريم يشتكي من مدى من الحكم مازال الشكوى من الحكم مازال الامر بعيد عن ذلك تماما ليس الامر كذلك بالنسبه لي ولكن لعبه فقط لدعاء نعم هناك قبل ذلك هناك اداء هناك فرص هناك سيطره هناك تهديف هناك وصول الى المرمى وينادى على عرجي تمام لاجل البحث عن السرعه في التنفيذ بودربال في الهجوم هذا المشكل في بودربال اليوم شيتا للدفاع شافعي في التغطية يوصل الكرة لزيماموش التفوق في وسط الميدان لراين سبورت عن طريق يانيك كريس والكرة صعبة وخطيرة زيماموش يخرج الكرة شيتا طلب الكرة المساندة بن خماسة الشريفي شيتا بسرعة شافعي شافعي صاب 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 يا مرور مفيش حلول مفيش حلول جمال مكاش لاعبين يسجلوا يطلبوا الكرة شوف الانتشار بالنسبة لعناصر رايان سبورت انتشار جيد متابعة للكرة والتحول إلى الهجوم يكون سريع تحول بسرعة سريع جدا نعم سريع يايا
للاتحاد. بنكيت بن خماسة ترك الكرة تمر، مفتاح عودة والخطأ. حسن حظ الاتحاد عودة مفتاح واستفاد من الخطأ. خبرة تلعب دور، خبرة إفريقية أيضا من مفتاح بعد الهائل الكبير من المباراة. خطأ من الدفاع يانيك. يانيك نعم. نعم. على الجهة اليسرى المناورة للاتحاد، محاولة أخرى، محاولة تسديد في القائمة والجانبية على مرمى الحارس باتشونغا. مدربان نعم. تسديدة مباغتة، جمال الحارس مطلوب. باتشونغا الحارس يلعب كرة طويلة، مفتاح في الاستلام، يوصل لشيتا، البديل لشافعي، شافعي الكرة طويلة. جمال مزيان، لكن مزيان المصاب، مزيان تمام. واضح بان هناك امر يعني استعجال، هناك امر طارئ، هذا تغيير اضطراري. الاتحاد مزيان يعاني، سلامات. يخرج بعد 36 دقيقة من المرحلة الأولى من الشوط الأول لهذه المباراة. عرجي رقم 15 البديل الأول في تشكيلة اتحاد الجزائر. ثنائية تبادل من هناك على الجهة اليسرى، محاولة المرور موكابو يخطي، يخرج الكرة لرمي التماس للاتحاد بسرعة، تلعب الكرة بحث عن المفتاح او عن النرجي في اول كرة، ولكن الى خارج ارضية الميدان. الكرة ضربة مرمى لرايان سبورت. حرجع الصورة، البديل الاول، بديل اضطراري في مكان مزيان الذي خرج وهو يعاني. الاتحاد من احسن مصطفى ان ينهي الشوط الاول على الاقل وهو متعادل، اكيد على الاقل اكيد. ما شفنا الطريقة اللي دخل بها اتحاد العاصمة تضييع لعدة كرات في وسط الميدان، عدم الانتشار الجيد، ما فاش بالصراعات، يعني كان بعض من الشيء التراخي جمال في مجموعة اتحاد العاصمة. هناك خطأ وتدخل كان واضح على يانيك. الصورة هاو التدخل الأول وبعد ذلك الثاني من المفتاح في تقديم الرجل. رجل نعم. عبدول كرة طويلة، إسماعيل شريفي، شيتا للشافعي، شيتا في الوسط، بودربال هيل الكرة، حاول المرور سريع بودربال، ما فيش داخل اللاعبين جمال، داخل البوكس، داخل البوكس. شريفي كرة ضائعة، تعود الكرة الثانية من حسن الحظ، محاولة تسديد من بعيد ولكن كرة طويلة بعيدة. شوف جمال عملية التحول والرجوع بسرعة للدفاع من جانب ريون سبورت هي بطريقة سريعة جدا، ما يخليش مساحات، ما يخليش فراغات، حتى عملية التحول لاتحاد العاصمة هي بطيئة للوصول إلى المرمى. كرة ملعوبة، تفوق ريان سبورت، الانطلاقة، محاولة أخرى، تدخل إيرون بونا، مسترجع الكرة من أرجي. ذلك الدفاع من مفتاح بالخطأ، ولكن بن خماسة يحاول. الكرة دائما لمصلحة ريان سبورت، مفتاح يخرج الكرة إلى رمي تماس. يوجد صعوبات لاتحاد الجزائر في الشوط الأول.
عبدون حفظ الكرة أمام لاعبين، يسارع يسترجع الكرة بعد ذلك، محاولة المرور والخطأ. شيتا أو إلى رمي التماس، حذير شيتا عنده إنذار. واحد بس تم هاي واحد أطوشي هناك رمي التماس أو هناك لمسة يد. نعم ملعوبة تغطية من المفتاح، خرج الكرة إلى رمي التماس بقوة طبعا، يطلب المساندة يايا، خرج يايا مباشرة لشيتا. شافعي زيماموش، شوف الانتشار مصطفى بالنسبة لريال سبورت، لما تكون الكرة بحوزة الاتحاد يصعب مهمة الخروج. نعم أكيد أكيد، يعني فيه تركيز، فيه يعني انتشار جيد للاعبين ريال سبورت. شوف فيه كذلك على حامل الكرة، في ضغط على حامل الكرة. شوف يا جماعة كل مرة لاعب تاع الاتحاد عاصم عنده الكرة إلا وكاين لاعب يضغط عليه، شوف كيفاش يسترجع الكرة بالضغط على حامل الكرة وخلق المساحة على اللاعبين الذين يطلبون الكرة في الوسط. ملعوبة مفتاح، الحلول مطلوبة، أين هي الحلول؟ هذا اللغز المجهول اليوم لابد له من حلول. يايا يحضر كرة من هناك والخطأ في مكان ممتاز، خطأ وإنذار. بطاقة صفراء الثانية لرايان سبورت، وفي مكان خطير استغلال هذه الكرة وهذا الخطأ من جانب فريق اتحاد الجزائر. بن خماسة راوى وصول متأخر ليانيك رقم 6 والخطأ زائد بطاقة صفراء. كيف ستكون أو يكون تنفيذ هذه الكرة لاتحاد الجزائر؟ كرة ثابتة مهمة جدا فيما تبقى من وقت. نعم أكيد فيه مفتاح متعود أنه يسدد كرات مباشرة مباشرة، عفوا، وكذلك سجل عدة أهداف. يا سجل في نهائي الكاف ضد تيبي مازامبي نفس المكان. فيه اللاعب شريفي كذلك، اللاعب اليساري اللي عنده خطأ واضح. نعم لكن أعتقد أنه راح يكون مفتاح. تشيكو مفتاح، هل ستكون هذه الكرة هي مفتاح المباراة؟ ممكن الكرة الثابتة قد تكون أحد الحلول للاتحاد. هذه الكرة بالذات من مفتاح، هل ستكون المفتاح؟ أتمنى أن تكون كذلك في شباك الحارس باتشونغا. شوف شريفي راح يموه، أوهو فوق المرمى إلى ركنية، لمسة أحد المدافعين كانت في شباك، لمسة أحد المدافعين تحولت مباشرة إلى ضربة ركنية لعرجو الاتحاد، يحاول أن يضغط أن يربح الوقت فيما تبقى من هذا الشوط الأول. كرة لمفتاح والدفاع يخرج قائم الأول من جديد ركنية لاتحاد الجزائر، يضغط. هذا هو الوقت لتعديل النتيجة والخروج بواحد واحد في الشوط الأول. مفتاح في القائم الأول، تحويل الكرة وصلت من جديد من هناك إلى أين؟ إلى ركنية، إلى الجانب الأخر. تعددت الركنيات والكرات الثابتة، ها هي من مفتاح لمسة أحد المدافعين. نعم. كانت في الشباك، كانت تمشي مباشرة إلى الزاوية الصعبة والبعيدة. ركنية أخرى من عرجي يحاول هو، ولكن الحارس في المرة الأولى، مفتاح في المرة الثانية، فرصة تعديل النتيجة قائمة. يا سلام والدفاع يخرج من جديد الكرة للاتحاد. صاروخ، صاروخ مرة من هنا، صاروخ مرة فوق مرمى الحارس باتشوكا من شريفي، ولكن إلى ضربة مرمى. لم يكن الصاروخ في الشباك، الصاروخ الذي مر بقوة أسقط الحارس هردا ولم يصيب الشباك. التحضير كان جيد من شريفي، رفع الكرة نوعا ما ويسدد باليسرى في الزاوية البعيدة، لكن أعتقد أنه تعددت الركنيات والضغط من جانب الاتحاد، هذا يخليها أنه يعني ذهنيا يعود في المباراة تركيز ويركز على التسجيل للهدف. شريفي وكرة قوية جدا بيسرى، عملية التحضير كانت جيدة. لو كانت في شباك جمال، لو كانت في شباك. شوف تحضير جمال أميشا، فيه مناوشات بين خودة والمدرب البرازيلي المنتخب للفريق الروماني، يلعب على أعصاب الجزائريين. روبرتو أوليفيرا منذ شهر فقط قالوا توقف عن فعل الكوميديا،
جانوت ويتاكيمبي هو الذي كان مدربا بعد ذلك انفصل وانهى العقد وأقيل من تدريب الفريق الذي تأسس عام 1968. هذا هو روبرتو أوليفيرا دقيقتان سيضيف مرحبا المتفوق في النتيجة على الفرنسي تيري فروشي بهدف مقابل لا شيء في مباراة لحد الآن في الشوط الأول. مصطفى يعني صعبة، كانت صعبة على الاتحاد صراحة، لا كانت صعبة صعبة على الاتحاد خاصة في غياب الحلول. نعم في غياب الحلول، لكن نقدر نقول أنه احنا شفنا الشوط الأول كان بعض من التراخي من جانب اتحاد العاصمة، كذلك عدم يعني التركيز جيد للاعبين، كذلك جمال نقول أنه بعض نعم مصطفى نقول أنه كانت بعض الحلول في الأروقة مثل اللاعب الشريفي اللي راه في أحسن الظروف وقادر كذلك يقدم التفوق العددي. مفتاح بسرعة بالخماسة، توزيع العرضية والدفاع يخرج في المرة الأولى والثانية، رأسيات من جديد. مفتاح استلم الكرة، مفتاح محضر لي بالخماسة، يحاول يوزع كرة من هناك بعيدة وطويلة، الشريفي يحاول أن يوصل بهذه الكرة ولكن أكثر من لازم، طويلة إلى رامي تماس لمصلحة ترانسبورت المتقدم في النتيجة بواحد مقابل لا شيء قبل نهايته في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول لهذه المباراة. كان الاتحاد سجل في الوقت البدل الضائع هناك في رواندا عندما عدل النتيجة. الحال ليس كذلك وهو متأخر مرة أخرى في النتيجة. سيعود الاتحاد في الشوط الثاني إن شاء الله ولكن بأداء أحسن وأفضل وبتركيز عالي. عرجي أو مرور سريع، عرجي يحاول يوزع كرة، الدفاع يخرج عن طريق فرانسوا، تغطية ممتازة نحو الدفاع لحد الآن. عبدول ومنزي وفرانسوا يخرجون يتفوقون في الكرات العالية، المتفوقون في الكرات العالية والدفاع. شافعي من جانب الاتحاد يلعب كرة مباشرة لعرجي، المساندة موجودة من مفتاح، ترجع لي بالخماسة، غير الاتجاه مباشرة، أحسن ما فعلت، كرة من هناك لمصلحة الاتحاد. هذا شريفي ينتظر، شريفي يراوغ، شريفي البينية، هناك خطأ كرة وإلا هناك كرة خطأ لمصلحة الاتحاد تكون الأخيرة. تأتي بالمطلوب باشونكا في حوار مع الدفاع، تغطية القائم الأيمن لمرماه بعد ذلك احترام المسافة القانونية بإشارة من حكم السيد جيست إفرام زيو من بوركينا فاسو. الاتحاد يبحث عن هدف التعديل في الوقت البدل الضائع، سيكون الأمر كذلك، هل سيكون مثل ما كان الحال في مباراة الذهاب؟ مفتاح، المفتاح يا مفتاح، تضرب بالدفاع وتخرج مباشرة، صافرة الحكم تعلن عن نهاية المرحلة الأولى بواحد مقابل لا شيء، سجل في الدقيقة 28 عن طريق إسماعيل بمجهود فردي كبير وقوة كبيرة لمصلحة الضيوف. مصطفى الأولى ضيعت من تقريبا نفس المهاجم لكن الثانية ضحى في شباك. شكرا، نلتقي بخير في أداء أحسن وإيجاد الحلول بالنسبة للاتحاد في الشوط الثاني. شكرا على المتابعة، العودة إلى البلاطو والزميل نور الدين والضيوف.
تكلمت قلت باللي شيتا كان متقدم، لكن المدافعين حمراء واللاعب شافاي كانوا تحت خط الوسط ميدان. ممكن كان لو كانوا متقدمين ممكن ما يجريش هذاك الجري او يكون حمراء يخذ الكره كان يقطع الكره. انا قلت مشكل الكرة. من في قلت مشكل في الناحيه التكتيكيه، يعني ما كاش هذاك الكوليسمو تاع اللاعبين سواء على الجهه من ناحيه يعني عرض الملعب او طول الملعب. هذا ايضا نوافقكم في نقص التركيز امام المرمى. كان في محاولات ولكن كره بن خماسه كان ممكن انه يسجل الهدف الاول ويفتح كل يعني يسهل الامور، يسهل شويه الامور، لانه الفريق الرواندي من الناحيه البدنيه حاضر حتى من تكتيكيه. قلنا في الكواليس ان المدرب هو كان يدرب في تونس، في تونس يعني يعرف اللاعبين المغاربه، يعني المغاربه ويعرف الكره الافريقيه. يعني لا وشي الشيء اللي يعرفنا شيء يعرف حقيقه ان الشيء المطلوب، لماذا هذا التركيز لما نفوزوا خارج الديار؟ لماذا ما ناكدوش؟ لماذا ما نبداوش في البدايه انه نحرموا هذا الفريق؟ استهزاء استهزاء اكيد ان فروجي الان وش ممكن انه ما كانش راضي نور الدين، ما كانش راضي في الشوط الاول. لا لا يفوق انت مدرب، واش لازم تقول للاعب نتاعك يعني فو اتر بليز اغريسيف في لي با هذا اللي راهي غايبه. لازم نكونوا اكثر حضور، اكثر حضور بدني، شراسه، شراسه هذه الاغريسيفيتي، اكثر 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 شراسه، خصوصا خصوصا في الهجوم، لانه لي ديويال لي ديويال لي زاتاكون تاعنا لي ديويال ما داوش بزاف. مدافعي الفريق الرواندي هو اللي دا لي ديويال بزاف، وان شاء الله ان شاء الله كما قلت لك بن خماسه وبن غيت عندهم دور كبير باش يساندوا اكثر اللاعب يايا باش يقدروا يسجلوا. ممكن كما تكلمنا في الكواليس نور الدين انه عنده البنك الاحتياط، ممكن عنده اوبسيون ينجم الاخر لاعب يعني ك برج مراقبة حامية، لأنه بدنيا الفريق الرواندي دفاعيا خذ كل كرة بالرأس ما عدا واحدة أو اثنين، ممكن حامية يدخل يساند مع يايا في الهجوم، ممكن يكون حل في الهجوم في الكرات لو يدخل في حر يايا يعطي له ربما حرية التحرك اليسرى، بالك يمشيوا يديروا ماركاج الحامية ويايا يسيب روحه شوية. ممكن شوط ثاني طبعا يعيدوا بالكثير، هدف التعادل لو يجينا في الربع ساعة الأول حيغير تقريبا كل مباراة. انا نركز كثير على الخمس دقائق الأخيرة تاع الشوط الأول، انه اتحاد العاصمة فطن خذا كرات يعني سدد عدة كرات وكان بإمكانه يعد النتيجة. ممكن هذا الخمس دقائق في الشوط الثاني تكون يعني اكثر تحفيز مع تعليمات المدرب. فريق اتحاد الجزائر ولكن الفريق الرواندي هو اللي فايز. الفريق الرواندي جاتو فرصتين، واحده في الشباك، واحده في الشباك الواقعيه، ولكن واش تكلمت التقبيل قبل الحصه، قلت الفرق الافريقيه صح اتحاد العاصمه فاز، صح الفرق الافريقيه افريقيه، ولكن الكره الافريقيه تطورت كثير، تطورت فعلا. كثير هنا وقلنا انه اخر ورقه يلعبها هذا الفريق اليوم لو يتعادل او ينهزم يخرج من السباق، لو يفوز اليوم يعني عنده خمس نقاط نظن، يعني قلص الفارق الى ينعش حظوظه الى نقطتين. المهم نتمنى نجاح لاتحاد الجزائر في الشوط الثاني، سنذهب مباشره الى البوليده والشوط الثاني بين اتحاد الجزائر واريون سبورتس من رواندا، ولكن بعد الفاصل. It's not a question of place. It's not a question of dedication. لا ما عنديش.
جدد. أولا بكم مشاهدينا الكرام ضربة البداية للشوط الثاني في هذه الأثناء بالذات. تركنا نتيجة الشوط الأول لمصلحة راين سبورت الرواندي بهدف مقابل لا شيء سجله إسماعيل في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول. أهلا وسهلا بك مصطفى. أهلا بك جمال مرة أخرى. مرحبا هشام. هشام مساء الخير وأهلا بك ثانية. النتيجة متعادلة، تفوق وتقدم راين سبورت بهدف مقابل لا شيء مصطفى بنفس التشكيل بالنسبة للاتحاد، ولكن بتغيير اضطراري عرجي كانت خلف الشوط الأول لهذه المباراة. زيماموش، مفتاح، شريفي، حمراء، شافعي، بن خماسة، شيتا، بنكيت، بودربال، مزيان، يايا، تيري فروجي يدرب الفرنسي، يدرب فريق اتحاد الجزائر. بالنسبة لراين سبورت هناك باشونغا في الحراسة، نيون داوي، موغابو، عبدول، مانزي، فرانسوا، يانيك، إيرومبولا، كريست، جابيل، إسماعيل، هداف الفريق اللي حتى الآن ذهابا وإيابا، المدرب روبرتو أوليفيرا البرازيلي 58 عام، منذ شهر فقط يدرب الفريق. الحلول مطلوبة في الشوط الثاني مصطفى بالنسبة لاتحاد الجزائر في مباراة الفوز وترسيم التأهل. نعم أهمية. أكيد أكيد ما نجمش نطلق مجال للمفاجأة، لأنه لو اتحاد العاصمة يبقى على نفس الوتيرة نقدر نعتبر أن نتيجة المباراة هي نتيجة مفاجئة. نعم، لكن على اتحاد العاصمة اللاعبين تاعو يرفعوا نوعا ما رتم المباراة، كذلك في بعض الحلول على الأروقة وشفنا. نعم، من هناك الكرة، محاولة للمرور والتوزيع، مفتاح والخطأ. في بعض الحلول من اللاعب الشريفي اللي في كل مرة يصعد يقدم التفوق العددي، كذلك اللاعب مفتاح للجهة اليمنى. نعم. وكذلك لازم كثافة عددية من لاعبي الاتحاد لوصول إلى المرمى عدديا، لأنه لو نشوفوا عدديا اللاعبين تاع الإفريقيين. نعم. نقولوا أنه فيه كثافة عددية داخل دفاع الفريق الخصم. حكام جوست فرام زيو، رباعي تحكيم من بوركينا فاسو سايدو تياما، حكم المساعد الأول، الثاني دريس سيسوما، الحكم الرابع جوان وطرا أيضا من بوركينا فاسو. إسماعيل في الدقيقة 28 غير النتيجة لمصلحة الفريق الضيف راين سبورت في هذه المباراة لكأس الكاف الجولة الرابعة. الاتحاد عانى في الشوط الأول لم يجد الحلول، ولكن هناك مشكلة مصطفى بالنسبة للاتحاد وقلب هجوم حقيقي غائب بعدما غادر درفلو واحترف في هولندا. ليس هناك اليوم يا لا يمكن أن يكون يعني قلب هجوم حقيقي بالنسبة للاتحاد. درفلو الذي سجل 5 أهداف لاتحاد الجزائر في تصفية الكاف. أكيد قبل الوصول إلى الهجوم. نعم، فيه نقص أو عقم هجومي، خاصة وأنه أسامة درفلو غادى الفريق، كان من أحد هو هداف الفريق. نعم. وأحد أحسن الهدافين في تصفية الكاف وفي دور المجموعات. صحيح جمال، صحيح، لكن فيه لاعبين منتدبين من قبل الإدارة. نعم، هناك كرة محاولة ولكن بين أحضان زيماموش، ممكن جدا حامية موجود في على دكة الاحتياط. نعم، كذلك فيه اللاعب حامية يقوم للتسخين رفقة سعيود وكودري. استمع ربما المدرب الأصوات المطالبة بقلب هجوم حقيقي في هذه المباراة. لا، ما عندوش خيارات أخرى. عفوا جمال. نعم. لازم كذلك اللاعب صانع العاب حقيقي على غير اللاعب سعيود. قيمة ثابتة بالنسبة لفريق الاتحاد في صناعة اللعب سعيود أمير، حامية قلب هجوم حقيقي في مكان درفلو، خاصة وأن المدرب يلعب على الأطراف. أين هو المستقبل داخل البوكس مثل ما قلت أنت في الشوط الأول؟ ما هوش غير المهاجم اللي لازم يكون داخل البوكس جمال، فيه اللاعبين كذلك تاع وسط الميدان، ولكن الأول اللي يكون هو قلب الهجوم. أكيد أكيد على الأساس. أكيد بعد ذلك الفروع في وجود بودربال، كذلك بالخماسة بنغيت، لأنه فيه لاعب ارتكاز اللي يغطي المساحة اللي هو اللاعب شيتا. كرة خطأ لمصلحة راين سبورت في انتظار الحلول. ملعوبة الكرة، تغطية من الدفاع، وصل شيتا استلم الكرة من هناك، تدخل
في وسط الميدان من يانيك. كرة أخرى تيري فروجي يطلب ينادى على سعيود الآن الدخول وأخذ مكانه والجميع يصفق له. بودربال الكرة مقطوعة مباشرة للدفاع. أمير سعيود بن خباسة شيتا شريفي شيتا من جديد كرة طول من لازم ليا طيبة كرة من هناك محاولة لشريفي لاستلام وانتزاع هذه الكرة وإلى رمي التماس. الضغط مهم مثل هذه الكرة حتكون طويلة من شريفي. بن خماسة بودربال عودة لشيتا الانتفاع من جديد حمراء شيتا حسن ما فعل شريفي يحضر كرة من هناك محاولة لي بن خماسة كرة ملعوبة وتغطية من الدفاع الكرة إلى ضربة مرمى لمسة بن خماسة آخر من مس الكرة لعب بن خماسة. بمكان بودربال جمال نعم غاضب ثاني غاضب جدا من بودربال لم يؤدي ربما من ناحية التكتيكية مصطفى من حيث السرعة في التنفيذ والانطلاق في الهجوم وخلق الخطورة من هذا الأساس. نعم أكيد مطلوب من اللعب كولا فيها كرة ملعوبة داخل منطقة العمليات إسرائيل في الاستقبال يحاول في هذه الكرة ينتزع الكرة بقوة يسترجعها ويقطعها يحافظ على الكرة محاولة لعب الكرة وضعيفة أو بعيدة مباشرة إلى رامي التماس. هو التغيير الثاني عرجي وبعد ذلك أمير سعيود في مكان بودربال. دوزيام شانجمون بور ياس مداجي أنتري نيميرو 18 سعيود أمير سورتي نيميرو 20 شيتا وتما. كرة لزيماموش شيتا يايا في الاستلام صعبة من لاعبين بودربال يعاني عضليا جميل الإرهاق والتعب وشيء من هذا إصابة مزيان مطمئنة كرة طويلة شافعي مفتاح في الثانية شيتا في الكرة الثالثة عرضية لابن خماسة مطلوبة من عرجي عرجي في كرة أخرى ثلاثية خطأ يقول الحكم تدخل على بن خماسة بسرعة ملعوبة بن خماسة عرجي ممتاز عرجي مرور أول وثاني ومحاولة للاتحاد هيدا بن قيد يحاول يوسع كرة داخل منطقة العمليات الدفاع يخرج بن خماسة يحاول يوصل يقطع الكرة ما زالت عن سعيود في أول كرة سعيود أمير على الجهة اليمنى من هناك الكرة قصيرة أول كرة الميزان خانو خانك الميزان والكرة القصيرة تعود من جديد لمفتاح يصارع مع أمير سعيود التفوق ليانيك القوة الكبيرة مسترجعة من جديد من جلب الاتحاد الاستحواذ وكذلك اللعب في الهجوم ألعب كل الأوراق من جانب الاتحاد الجزائر في الشوط الثاني ليس هناك حلول إلا حل الهجوم والوصول للشباك مرتين وإنهاء المباراة بثلاث نقاط وهكذا يترسم الفوز والتأهل من جدود التدخل من القائد منزي على سعيود أمير هو صاحب بطاقة صفراء في خطأ من الخلف واضح نعم هيل الكرة للاتحاد والدفاع ثم
المرة الأولى يخطي الكرة كما ينبغي سعيود، لعبها أرضية لم تمر باتجاه المهاجمين المتابعين. شيتا ممتاز بتمويه ولقطة فنية. بن خماسة بن كيت يوصل الكرة لعرجي. شريفي على الجهة اليسرى، عرجي يحاول يسدد من بعيد ولكن الكرة إلى أين؟ كرة ضعيفة وبعيدة على مرمى الحارس. يطمئن على سلامة اللاعب الساقط. حاول أنصار الاتحاد على قلتهم فوق المدرجات منح شحنة معنوية، الدفع بالفريق إلى التقديم هو أحسن وأفضل خاصة في الشوط الثاني. أول مباراة الموسم على أرض ميدان تشاكر بذكريات المنتخب الجزائري. أكيد يا سلام على أحلى الأيام مصطفى. أحلى الأيام على أيام عنتر يحيى يا سلام على أحلى الأيام. إن شاء الله تعود، إن شاء الله آملين أن تعود تلك الأيام ويعود المنتخب إلى القمة في الأداء وفي تحقيق النتائج. هذه الحديقة الخاصة للمنتخب الجزائري، 22 مباراة أظن و 23 مباراة دون خسارة. لما تذكر نعم. الكور ما هي الكور ما هي فاز على أفريكانز يونغ أفريكانز ويصبح في الترتيب وفي صدارة الترتيب بثمان نقاط. شكرا للزملاء الرهيب. ما في خطأ، في خطأ على ما زال يزيد. في الحقيقة نحتاج دائما إلى ظروف أخرى حسنة وجيدة في الملاعب. في الملاعب نحتاج دائما إلى مثلا إلى الإنترنت، إلى الويفي الخاص بالملعب من أجل استعمال نعم مثلا من أجل العمل في ظروف أخرى البحث عن معلومات. ولكن نحن الآن في غرفة التعليق ساخنة جدا مثل الصورة تماما جمال، كأننا في أفريقيا جمال. عادي الكرة ضيع، كرة ضيع. نحن ننتمي إلى أفريقيا مصطفى ولكن نتكلم عن الظروف. هذه الغرفة صحيح هي ظروف صعبة، حرارة شديدة. حتى الاتحاد ليس في الصورة. ليس في الصورة نعم. أحيانا جمالية المباراة، المستوى الفني، الجماهير، الحماس، الشغف إلى ما ذلك ينسينا هذه الأشياء، الظروف وهذه الظروف. آملين أن تتحسن أحسن وأحسن. حتى ملعب مصطفى شاكر كان في أجمل حلة مصطفى، تتذكر كيف صحيح يعني صحيح راحت كيف، ولكن صحيح. أعرف أنه يوم أمس كانت هناك مباراة مباراتين في ظرف 24 ساعة كثير، زائد الحصص التدريبية التي برمجت أكيد. هذا أمر يعني غير عادي، لكن لازم الصيانة والحفاظ على الملعب قد نحتاجه في أي وقت. كرة للاتحاد، بنكيت يحاول، عرشي يوسع كرة داخل منطقة العملية، كرة إلى ركنية، تسلم وتعيد تسلم نعم رأي مرفوع. رأي مرفوع وذي التسلل من يايا. سنشاهد بالعرض البطيء كيف كان ذلك. هي الكرة لأرجي. لا خرج الكرة. لا وجود لوضع التسلل. ما فيش وضع التسلل. لا وجود لوضع التسلل. آسف سيدي الحكم المساعد الثاني من هناك. لم يكن يايا في وضع التسلل. دريس سيموسا. فيش وضع التسلل. كانت رؤية جيدة من وليد عروس. التمريرة كانت مليمترية. وتموقع يايا لم يكن في وضع التسلل. دريس سيسوما رفع راية خاطئ.
تقديم الرجل وتقديم اعتقد انه شريفي سينجو من بطاقه حمراء. هو نجا من بطاقه حمراء الان في هذه اللقطه. خشونة زائدة من الخصم. لم يكن في وضع التسلل. شكرا لزملاء الكاميرا العرضية. تقطع الشك باليقين. في خطا وانذار جمال. لا اعتقد ذلك لانه عنده مشكل مع البطاقه الصفراء. كره ملعوبه بسرعه. عرجي يحاول في هذه الكره من جديد. عرجي يرجع للخلف. شتا يلعب على بنكيت. بيلي يريع يا يقاتل يسارع يحاول ان يتمكن من هذه الكره. يا سلام بيك بونج داخل منطقه الجزاء ولكن الحارس بالمرصاد. باتشونغا الكرة كادت أن تخادع الحارس باتشونغا بعدما لمست أحد المدافعين في المرة الأولى والثانية. خطأ من إسماعيل القوي. جمال اتحاد محتاج إلى مهاجم صريح آخر. مهاجم آخر داخل منطقة العمليات. لا مهاجم حقيقة صريح. قلب هجوم يساعد يايا. قلب هجوم هداف يحس عنده حاسة التهديف. يشعر بالكرات يطلب كرات يستقبل كرات. يلعب في المساحات. يلعب في المساحات في الدار في العمق. الحلول. نحن نطلب الحلول أو المباراة تحتاج إلى حلول يا السيد فروجي. لهذا السر المجهول اليوم راين سبورت الرواندي. تفكر في الحلول لسرك المجهول. هذا غير مجهول. هو معلوم. هو معلوم في الحقيقة السر ما دام انه فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد. من هناك الكرة لشريفي يحدد الكرة الصعبة خطيرة للاتحاد. تأخر فيها. تعود مرة ثانية الكرة لمصلحة عرجي. الاتحاد لو بين احدى الحارس بينية اقرب للحارس منها للمهاجمين المتابعين. شفعي مفتاح في الوسط بن خماسة وصل مباشرة لشريفي. هذا عرجي يحاول عرجي بسرعته يخير الكرة مباشرة من هناك. لا وجود لوضع التسلل. لا لا يا مفوع. نعم انتظر لمس الكرة. نعم سيود في وضع التسلل. الحذر مطلوب. سنشاهد. ما فيش جمال. لا وجود لوضع التسلل. جمال هنا ما فيش وضعية. لو نشوفوا الخط وين موجود بين هذا المدافع. المدافع اللي موجود على الجهة اليمنى. اليمنى. نعم. نعم. أول الموجود على الجهة اليمنى والظاهر في الصورة. نعم. على الجهة اليمنى. سعيد لم يكن في وضعية التسلل. كرة أو خطأ آخر من الحكم المساعد الثاني من هناك. تريس سيسوما. سقوط شريفي. لا عليك. معذور في هذه الكرة شريفي. تعثر سقط. خرجت الكرة إلى رمي التماس لمصلحة راين سبورت الذي يصعب المهمة على اتحاد الجزائر. مر الوقت والصعوبة مستمرة بل صعوبات. اتحاد العاصمة مضيع الرتبة الأولى في هذه الحالة. نعم في حالة ما إذا لم يتمكن من الفوز وفي حالة ما إذا تعادل يصبح الأول مع كورمايا. ولكن عليه أن يفوز من أجل أن يصبح بعشرة نقاط الكرة بعيدة. عشر نقاط الكرة بعيدة من عرجي.
كرة ضربة مرمى. في الوسط كرة راحت مباشرة تغطية من دفاع من شريفي بنغيت لرايان سبور الرواندي. الكرة طويلة مباشرة إلى ضربة مرمى للحارس زيماموش. في الوسط للاتحاد من جديد عرجي وصلته ينتظر المساندة من شريفي. طلق شريفي كرة بالخطأ عرجي استرجع الكرة بذكاء. عرجي الوحيد في هذه الكرة محاولة المرور والوصول ترجع الكرة ليا يا محاولة لشريفي الكرة لي من خمسة يلعب أمام شريفي كذلك عرجي هيل البنية الكرة خرجت. كرة من هناك يا يحاول الحارس بقوة يبعد الكرة للدفاع الاتحاد. رأيت الحكم السيد حكم المساعد السيد تياما لمصلحة اتحاد الجزائر. الشريفي يلعب كرة من هناك البحث عن سعيود تغطية من الدفاع وصل مفتاح تقديم الرجل والخطأ. الاتحاد الجزائر الكرة للدفاع مباشرة لحمراء. شريفي على الجهة اليسرى مناورة أخرى البينية مقطوعة من الدفاع دائما الكرات المقطوعة هذه مرة من موكابو تتحول إلى عملية هجومية سريعة لفرانسيس يحضر لكرة أخرى سومايلا يحاول سومايلا على الجهة اليمنى التوزيع الأرضية حاضرة موجودة القائم الأول والدفاع يخرج شافعي يخرج الكرة مباشرة إلى رمي التماس أو مباشرة لحارس زيماموش داخل منطقة العمليات يلعب الكرة بن خمسة يحاول مرور يمر عرشي الكرة ضيعة ويقول لمحيوس قم للتسخين أفهم فيما يفكر فيه فروجي. الكرة ضيعة من جديد سوميلا حضر لكرة أخرى في وسط الميدان عن طريق جبل كريست. الخطأ يقول الحكم ليران سبورت الرواندي في خطأ. نعم واضح هذا هو اسمه هو الذي عدب في دفاع الاتحاد في لقطة واحدة لحد الآن. أوي بدني. مالية جنسية. كرة للاتحاد في هجمة معاكسة من هناك. هي محاولة لسعيون يحضر الكرة خطيرة وصعبة. سعيون ينتظر المساندة يوسع تدربي عند المدافعين. رجل المدافع ما زالت الكرة الثانية لسعيون أمام مفتاح. طلب الكرة مفتاح. ملعبة لشيتا. بن خماسة ترجع لشيطة خير الاتجاه المناورة على الجهة اليمنى مفتاح من جديد هيلا هيلا بلعب
تكون خارجة وليس داخل. حتى يعني اللاعبين لازم يكونوا داخل البوكس في كل مرة. نقولها لك جمال، شوف شوف في حتى لاعب إلا بنغيتي ما كانش موقع بصفة جيدة، حتى التمريرة ما كانتش. يا صديقي يا صديقي، وينادى على حامية الآن. نعم سأبقى وأقول بأن غياب قلب هجوم حقيقي هو المشكلة بالنسبة للاتحاد. من هناك الكرة لسعيو يحاول، نتمنى أن يكون كلامي خاطئا، هاي الكرة ولكن تفعل وجود لخطأ يقول الحكم مباشرة للحارس باتشونغا. أيها المحللون أيها الفنيون، زميل مصطفى مزهر غياب خلف هجوم حقيقي. نعم حقيقي وصريح، لأنه اللعب تقريبا قلب هجوم وهمي ويلعب على الأطراف وراء المهاجم مساعد له أكيد. يجد له الحلول، يقدم له كرة يساعده، يأتي من الخلف يتقدم إلى ما ذلك من عمليات داخل منطقة العملية منطقة الجزاء. كرة الاتحاد قد تكون في هذه أكمل موجود، مازال هناك وقت، مازال هناك عمل. كرة رمي التماس لمصلحة الاتحاد. عرجي طب كرة شريفة شيتا غير الاتجاه في العرض حسب ما فعل بحث المساحات الشاغرة للشافعي. شيتا طلب الكرة، يلمس العديد من الكرة شيتا قبل أن يلعب. يا صراحة ما فيش سيدخل مكان عرجي. جمال عرجي شريفي سيكون في مكان عرجي. بنكيت شافعي، عدد زيادة العددية الآن بالنسبة للاتحاد، خمسة لاعبين داخل البوكس تقريبا على خط 18 متر. كرة توزيع العرضية تضرب بأحد المدافعين، الأفضلية للدفاع في هذه الكرة، محاولة الدخول والخطأ يقول حكم للدفاع وليس لاتحاد الجزائر في هذه اللقطة والمحاولة. شافعي كان وراء هذه اللقطة. كرة بعد ذلك هنا فيه شيء جمال، اللاعب لم يصعد يعني يحاول أن يضرب الكرة، لكن في الأخير المس اللاعب شافعي، لكن شافعي لم يلعب الكرة بالطريقة اللازمة. أن الحمية وليد عرش تغيير صعب، هذا قل من الأحياء حمية. كرة ديراي سبورت، تبادل عبدون يوزع كرة، تغطية من دفاع الاتحاد، ترجع من جديد محاولة من شريفي يخرج الكرة بامتياز. بنكيت حمراء سعيود كان عليه أن يوقف الكرة، يوقف الكرة ثم يأخذ المعلومة ويمشي للأمام. كان عليه أن يستقبل الكرة أولا وبعد ذلك يتصرف ثانيا. حمراء الشريفي شيطة حمية في أول كرة يحضر لمفتاح سعيد من جديد. شريفي على الجهة اليسرى يايا تحرر يايا غير باتجاه حسن ما فعل أو التغيير الممتاز. مفتاح بنكيت بنكيت يحاول دخل منطقة العمليات الدفاع يدخل الكرة إلى أين إلى رمي التماس يقول حكم لا 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 أظن لمن رميت التماس. لقيت أنه اللاعب الأخير اللي مس الكرة هو اللاعب بلغيت بنغيت. نعم نعود نشوف اللقطة جمال
نعم صحيح بلغيت هو اللي يلبس الكره صحيح قرار سليم وصحيح كره لم يتمس ملعوبه بسرعه يتفوق دفاع الاتحاد من جديد في عمليه هجوميه والتحضير لعمل هجومي اخر سعيود امام ثلاث لاعبين كره لشيتا يوقف الكره شيتا يغير الاتجاه مباشره لشريفي بن خماسه حمراء استحواذ هو من جلب الاتحاد صحيح ولكن لا يعني شيء ما دام النتيجة لم تتغير وهي لمصلحة الفريق الضيف صعب المرور انتشار الجيد الضغط على حامل الكرة خلق المساحات روبرتو أوليفيرا صعب المهمة على تيري فروجي صعب المهمة على الاتحاد كنا نتوقع أن الاتحاد اليوم سيصول ويجول ويسجل على الأقل هدفين يفوز ويرسم التأهل ويحضر بكل راحة لما تبقى من عمر هذه المرحلة دور المجموعات قبل الوصول إلى الدور الربع النهائي كرة للاتحاد سعيون يحضر على الجهة اليمنى مفتاح من جديد سعيون ثنائية بينية الكرة ضايعة كرة ثالثة ثانية لا 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 تفاهم ربما البينية لم تكن كانت وكانت ربما قوية مصطفى لكن المتابعة من المدافع هو اللي صعب مهمة على سعيد مهمة على سعيد نعم المتابعة والقراءة الجيدة للكرة كان عليه أن يرجع يرجع للخلف يرجع للخلف ويمشي ويمشي إلى الجهة الأخرى نعم ما تغيب الحلول ويغيب التركيز أحيانا الأمور تبقى صعبة لما تشوف انتشار جيد للاعبين الروانديين تقول انه اللاعبين يلعبوا ب 14 لاعب صحيح سعيون كرة أخرى من جديد يايا مفتاح على الجهة اليمنى هناك لمسة يد ماذا يقول الحكم إلى ركنية ركنية للاتحاد شافعي حامية مفتاح إلى الكرة بالرأس دخلت العمليات ولكن الدفاع خرج مرة أولى في المرة الثانية من جديد الكرة مفتاح كرة هائلة يا سلام يا تحرر يا وجد روحه ونفسه في المكان الذي يحب كان هذا من أول ما كنت تتولى عملية هجومية من هناك الكرة لمصلحة ريال سبورت زوما إلى صعب وخطير وقوي زوما إلى يوصل الكرة مباشرة إلى داخل منطقة العمليات يحضر ولكن من حسن حظ ضربت بأحد المدافعين ترجع مباشرة سهل الحال زيمابوش شريفي بنكيت سعيود تمويه وصلت الكرة لمفتاح مفتاح الكرة يا سلام والدفاع في المرة الأولى والثانية ممتاز بنكيت ترويض الكرة لشريفي راح يلعبها من جديد والخطأ على يايا تدخل قوي على يايا نعم تدخل من المدافع التواء ربما نعم. في القدم نعم سلامات على يايا الحمد لله يكون سلامات هيا الكرة الرائعة والممتازة من يايا والحارس باتشونغا يا سلام على الحركة والكرة الجميلة والرائعة القوة اللي فيها الحركة حركة أكروباتية فنية جميلة الحارس باتشونغا بالمرصاد لصد هذه الكرة لحد الآن قائم بدوره الحارس الأول والأساسي في تشكيل ريال سبورت ضد لاعبين دوليين في رواندا منهم الحارس باتشونغا قائد أيضا منزي هناك لاعب آخر غايب لعب مباراة الذهاب ولم يلعب في مباراة الإياب بداعي الإصابة بنكيت وكرة أخرى للاتحاد يا أصحاب الرؤوس الذهبية كفاري كفاري كفاري
بلقيت كل شيء تمام. بلقيت لم تلعب بالطريقة اللازمة. الكرة الأولى اللي ما كانش ملعوبة جيدة. لم تلعب بالطريقة اللي ما كانش ملعوبة جيدة. حتى اللعب يعني تسرع اللعب شريفي في هذه اللقطة هذه. هذا المستوى في مثل هذه المباريات الإفريقية في كأس الكاف وأنت خاسر. هذه الكرات هي كرة ثمينة جدا. تلعب بهذه الطريقة. سعيو هذا المفتاح. ممتاز الكرة. روي العيوب دفاع وصول المدافع في آخر لحظة. مقطوع الكرة من عبدول العائد بقوة لقطع هذه الكرة مباشرة إلى ركنية. مفتاح ملعوبة بالرأس من دفاع تعود لحمراء بالخماسة. تسديدة القوية وإلى ركنية. الشافعي ما تمكنش من الكرة. حامية لم يتمكن. حاول بالخماسة ضرب الكرة. مفتاح من جديد يوزع كرة عالية. خروج الحارس المرة الأولى والثانية. يا والدفاع في المرة الأولى والثانية. يحاول محامية والحارس. هناك خطأ. لا هناك ركنية أخرى الثالثة على التوالي للاتحاد. ضغط كبير من جانب اتحاد الجزائر للوصول إلى مرمى وتعديل النتيجة. هنا من مفتاح ملعوبة. هنا حامية والحارس في المرة الأولى. الدفاع في المرة الثانية. كأني بالحارس باشونغا أقسم أن لا تدخل الكرة مرمى. لكن يرتكب أخطاء جمال في هذه اللحظة. كرة من سعيد يحاول. يا في المكان المفضل. يا ثنائية هيلة ممتازة. يا سلام شافعي يضرب الكرة وأخطأ بضرب الكرة. تعود الكرة من جديد. دفاع يدخل لمصلحة اتحاد الجزائر. دربك أمام المرمى في شباك في العارضة. ترجع الكرة من جديد. الكرة الثانية من حامية. يا سلام شافعي أخطأ ضرب الكرة. لا أظن ذلك. لا أصدق ذلك. الشافعي لم يضرب الكرة كما ينبغي. أخطأ ضرب الكرة التي كانت أمام المرمى من أجل تعديل النتيجة. الضغط متواصل والأخطاء متواصلة. ولا يمكن أن نفسر هذه الحالة بالنسبة لاتحاد الجزائر. كنا نقول أنه لازم مهاجم آخر. شوف تسديدة تاع شريفي كانت مسددة كما ينبغي بوسط القدم وكانت يعني خدات مسار آخر. غلطة الحارس ثم اللعب الشافعي اعتقد حاميه في الاولى ثم شافعي يضيع بطريقه ما لا يضيع السادجه اعتقد في هذه اللقطه. العارضه اهتزت وتكلمت في هذه الكره من شريفي. ولكن شافعي في هذه الكره لم يكن بالمستوى. ضرب الكره اخطا ضرب الكره وضيع فرصه كبيره وثمينه على فريق اتحاد الجزائر في الدقيقه 80 من زمن المباراه. كان لازم مهاجم اخر يساند اللاعب يايا. كان موجود عندما وجد. هذا ما خلى انه تكون كدافع عدديه للاعبين الاتحاد. صعود في البرات لكل من بلغيت بالخماسه اللاعب سعيود اللاعب كذلك اللي موجود على الجهه اليسرى الان لاعب حاميه يايا. يعني هذه الكتف عاديه تخليك انه يكون عندك فرص. نعم فرص. تخيرت المعطيات مصطفى كما نشاهد بدخول حاميه. الشافعي امام المرمى وجه لوجه هو الشريفي بقوه كبيره. اهتزت العارضه الافقيه تكلمت ولكن الشباك ظلت صامده. الوقت يمر والنتيجة لم تكن متوقعة. نتوجه إلى مفاجأة مصطفى. مفاجأة ولكن نصف مفاجأة بالنظر إلى أداء الاتحاد. ما هي مفاجأة نشوف مسيرة الاتحاد لحد الآن وعكس الفريق الرواندي. نقول أنه مفاجأة وراح يعني تزيد الضغط على الاتحاد. فجأة كبيرة في الوقت المتبقي. كل شيء ممكن بالنسبة لاتحاد الجزائر. على الأقل كسب نقطة واحدة تفادي الخسارة وكسب نقطة واحدة. انتظار المباراتين المتبقيتين من هذه المجموعة ومن هذه دور المجموعات.
كرة لحمراء هي الاتجاه مباشرة لشريفي. شريفي شيتا في الوسط بن خمسة شريفي شريفي يا على الجهة اليسرى يلعب كرة إلى منتزع سلام وإلى القوة الكبيرة براسية في شباك حارس باشونكا من يايا مباشرة للإهداف لياسدين رحيم واحد من أساطير الكرة في الاتحاد والكرة الجزائرية. هيا لاحظوا وشاهدوا ماذا حدث وكيف. نعم تمريرة عرضية من يايا ورؤية جيدة في القائم الثاني تموقع جيد للمهاجم المتابعة من المهاجم الصريح اللعب نعم حامية تقريبا كان لي وحده حامية محمد نعم حامية محمد براسية ممتازة يهز شباك باشونكا في الدقيقة 85 يايا ملعوبة هيا بقوة كبيرة راسية تهز الشباك وتعدل النتيجة لمصلحة الاتحاد براسية حامية القلب الهجوم الحقيقي الذي كان يقصه إلى ركلة جزاء لا يقول الحكم بلجيت الحكم ما يقول ولا شيء بوركينا بيسي جيست جمال ديفرنسيو حامية قال لو يغلط المدرب ويقحمني سأسجل لازم نقوله بكل صراحة كذلك فوزي يا عطاء كرة نعم نعم على طابق كرة نعم نعم كرة وما أحلى هذه الكرة نعم نعم كرة القدم شو ما أحلى ما أحلاه كلام تحبذ الكرة جمال بالرأس والأقدام ما أحلاه كلام بالرأس والأقدام نعم. جاب بالرأس حتى شيري في جمال شريفي في التسديدة حتى الآن هو من قام بالأصل بداية العملية بداية العملية هل من هشام 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 هل من رقية ال شوف الشباك هل من استجواب هشام ممنوع جمال لا 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 ممكن بعد لحظات من الآن ممكن منعته من التصريحات منعته من طرف إدارة الاتحاد لا من السيد برجال ومحافظ اللقاء ممكن في هذه الأثناء سرقوه صح لا, لا جمال لازم تكون سرقوا الأهداف سرقوا أهداف وسجلوا أهداف ونخدموا بالقوانين المعمول بها طبعا كما تعودنا على ذلك الاحترام الكامل للقوانين ولطلبات وتوجيهات المعنيين كريم ياتو ياتو ميلي بيت اي سي با فيني سي با فيني ريست دو تان ريست دو مازال وقت كره اخرى مازال وقت خلصه جميل مازال وقت سعيود هناك خطا نعم هناك لمسه يد يقول الحكم تفروجي يقول باننا سنفوز جميل جوست من زيو تغيير من جانب الفريق الرواندي رقم 12 سيكون بديلا الرقم 17 نعم بطاقة صفراء كرة أخرى للاتحاد البحث عن هدف الفوز فيما تبقى من الوقت في المناوشات أسامة نعم. شيتا عنده إنذار والحذر مطلوب نعم الحذر مطلوب أظن نعم أو الإنذار الشفوي والحذر مطلوب يشير إلى علامة الجزاء حذر من المدافعين دفع وكذلك المسك إلى رأسيه ولكن لا من دفاع تخرج الكرة من جديد شريفي يحاول مرة شريفي طريقة ممتازة والخطأ شريفي ممتاز شريفي أحسن لاعب في اتحاد العاصمة اليوم كم كل شيء ست دقائق تضاف كل شيء ممكن كل شيء ممكن جمال نعم صحيح بست دقائق كل شيء ممكن والاتحاد يقترب من الفوز
والانتصار عليه أن يعرف كيف يستغل هذا الوقت ويستغل الفرص المتاحة لتسجيل. يا يا شريفي بصفر أو من مكان نعم الصفر نعم على الصفر ألعب على صفرة الحكم السيد جيستي فرام زيو. نعم الآن ممكن من يايا هاي لو الدفاع يخرج كرة هاي سبورت حاول وصل كرة مقطوعة بالخماسة في الأولى والثانية تدخل صعبة قوي هذه فيها تدخل صعبة قوي رقم 22 في اعتداء هنا جمال نعم في اعتداء صريح ربما هذه بطاقة شوف جمال شوف جمال شوف في اعتداء واضح واضح شيطة واضح الاعتداء هذه بطاقة صفراء حمراء ربما حمراء مصطفى من هناك بالخمسة يطلب المساندة سيطلب المساندة غير موجودة تفضل الرجوع إلى الخلف للدفاع راية مرفوعة شريفي كان نوعا ما متقدم متسرع حتى في التمرير كان متأخر صحيح أحيانا التوقيت مهم جدا للعب الكرة قبل دخول خماسة لي حامية في وسط الميدان ببونغيت تمويه ممتاز سعيد غير للمفتاح تدخل من دفاع يخرج الكرة مباشرة إلى رامي تماس من جديد الكرة لمفتاح خطأ من شيتا في توقيف الكرة والتمرير في الوقت اللازم شيتا عليه أن يكون أسرع عنده إندار جمال صحيح هنا بطاقة حمراء جمال هو ارتكب الخطأ الشريفي يحاول يوصل كرة مباشرة لبن خماسة من جديد يايا تحرر يايا في المكان المحبوب يايا عليه أمام مدافعين تباطأ والخطأ موجود ليس هناك من يطلب الكرة صعوبات كبيرة ما فيش تحركات للاعبين حتى مجموعة من اللاعبين الاتحاد موجودين كلهم داخل البوكس جمال خطة الاتحاد الجزائر معوبة بسرعة من هناك لسعيود محاولة لسعيود يحاول دخول سعيود يبحث عن القدم اليسرى نعم من أجل أن يوزع كورة داخل العملية في القائمة الثانية وليس القائمة الأول تكون أحسن سعيود هناك خطأ تضيع الكرات في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه الأوقات هو صعب بالنسبة للاتحاد الجزائري من خمسة ممتازة بونغيت وكذلك شيتا مباشرة الانزمام حمراء بنكيت هذا هو الوقت يايا ينقل الكرة بسرعة على الجهة اليسرى شريفي ممتاز وصل الكرة شريفي يا سلام الكرة الهدف الثاني لا مفتاح اليسرى تعثر مفتاح بيسرى ليس القدم القوية والارتكاز لم يكن قويا أخطأ ضرب الكرة مفتاح في هذه الكرة وضاعت فرصة أخرى على اتحاد الجزائر للوصول إلى الشباك للمرة الثانية مرة أخرى شريفي كرة عرضية العجب نعود نرجع هاي الكرة التعثر المرور أول وثاني وقوة كبيرة ومحاولة تسديد من بعيد جانبية تعبوا لي لاعبين الاتحاد
خطأ تقديم الرجل واضح وكبير واضح من إيرون بونا وخطير إيرون بونا وخطأ الاتحاد الجزائر على يايا زيماموش إلى الكرة طويلة الدفاع يدخل منزي خرج الكرة للقائد في وسط الميدان كريستي يلعب كرة طويلة ولكن مباشرة للحارس زيماموش الوقت يمر الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع واحد مقابل واحد حاني البديل عدل في الدقيقة الخامسة والرابعة والثمانين الرابعة والثمانين نبحث عن هدف الفوز فيما تبقى من الوقت في هذه الكرة من جديد بالخماسة الحكم السيد جيستي فرام زيو يعلن عن نهاية المباراة دون أن تنتهي دون أن ينتهي الوقت الرسمي للمباراة والاحتجاجات والتوتر توترت الأعصاب وتحول الملعب إلى حبال للضرب وشيء من هذا هذا دي تصرفات غير رياضية غير مطلوبة في اعتداء على بالخماسة وهو صادق صحيح جاب لكن بعد ذلك ردت الفعل وردت الفعل غير مطلوبة ردت الفعل بعد ذلك غير مطلوبة لأنه هذا قد يعرض بعض اللاعبين إلى عقوبات في اللقطة الأولى جمال نعم بالخماسة عثودية عليه بعد صفارة الحكم ساقط على أرضية الميدان نعم ولكن ردات الفعل بعد ذلك هشام غير مطلوبة من بن يحيى البديل رياضيا غير مطلوبة هشام لا تحول إلى مراسل بن يحيى البديل لا تحول إلى هشام الغير مطلوبة ردات الفعل خاصة من بن يحيى ومنصوري خاصة غير مطلوب هذا الأمر غير مطلوب أنت بديل حتى الحاكم يعاقب ردة الفعل ومن حق الحاكم أن يتدخل وأن يشر بطاقات حمراء في مثل هذه وأنت تلعب بذلك ضد الفريق غير مطلوب ردة الفعل مثل هذه شفنا إذن نهاية المباراة جمال 20 دقيقة الأخيرة اتحاد عاصمة كان أحسن يعني صحيح حاول صح على الأطراف وصح تغييرات تغيير حامية كانت كذلك تغيير لا بأس به وين قدم الإضافة